سؤال: سمعنا كثيرا القول بأهمية إدراك الواقع قبل إصدار الحكم، ما العلوم والأدوات التي ندرك بها الواقع كمسلمين؟ لأن هناك بعض الناس الذين رفضوا فكرة الاستفادة بالعلوم الإنسانية في إدراك الواقع بحجة أن هذه العلوم جاءت إلينا من الغرب وفيها نموذجهم المعرفي وهو غير ما عندنا كمسلمين، وقالوا بأن هذا سيؤدي إلى تحريف في فهم كلام الله، لأننا اعتمدنا في إصدار الحكم الشرعي على الواقع المدروس بأدوات غربية. كيف نجيب على مثل هذا الكلام؟ المشروع الغربي مبني على إدراك الواقع دون الوحي، أما المسلمون فإن عقيدتهم تؤمن فيؤمنون بالله خالقا للأكوان، وأن الله لم يتركنا عبثا بل أوحى إلى عباد أسميناهم الأنبياء والرسل نزلت عليهم الشرائع والكتب، وأن الله قد كلفنا بأوامر ونواهٍ افعل ولا تفعل، وأن الله قد جعلها هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وأن هناك يوما آخر نعود فيه إلى ربنا للحساب للثواب أو العقاب، وهذه العقيدة هي عقيدة المسلمين، ولذلك فلا بد عندهم من الطاعة، والطاعة هي عبادة الله وهي الالتزام بأمره سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب جعل طاعته من طاعة رسله، وأنه قد ختمهم بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا لما نظرنا فيما تركه لنا وجدناه قد أمر بالخير وأمر بعمران الدنيا وأمر بتزكية النفس وأمر بعبادة الرب سبحانه وتعالى، ووجدنا أن هذا يتفق مع ما عرفناه من أنفسنا في إنسانيتنا وفطرتنا، فآمنا بالله عن بصيرة وصدقنا رسوله صلى الله عليه وسلم عن إيمان، ثم رأينا أن السعادة تنال قلوبنا بأنوار وكشف أستار وطمأنينة، فاطمأنت قلوبنا لذكر الله، ولذلك فنحن على هذه العقيدة نعيش ولا يهمنا من خالفنا. وهذه العقيدة بذلك الملخص هي التي فشلت المبشرين وجعلت زويمر في بدايات القرن العشرين كما نشر له صاحب مجلة الفتح في إبريل سنة 1928 أنه قال إننا لم يؤمن بنا ولم يتبع مسيحيتنا إلا كل سافر نصاب. لماذا؟ لأنه لم يستطع الهدم، وقال الهدم أخف من البناء، إلا أننا عندما نهدم الإسلام فإننا لا نستطيع، فيأتينا كل نصاب يضحك علينا ويأخذ القناطير المقنطرة ولا يدخل المسيحية ولا شيء، وحتى يدخل المسيحية لا بد من هدم الإسلام، ونحن غير قادرين على هدم الإسلام. ما الذي جعلهم غير قادرين على هدم الإسلام؟ هذه العقيدة.
واضحة جلية بينة واقعية حقيقية ليست فيها خرافات ولا أوهام، تسعى لمعرفة الحق، ليس هناك نزاع بين العلم ولا بين الدين ولا بين العقل ولا بين النقل. وكلما ازداد الإنسان درسا، كلما اطمأن قلبه واتضحت أمامه الدنيا واشتدت بصيرته في الإدراك، فكيف يترك هذا إلى شيء لا يعرفه من توهيمات أو من خرافات؟ لا يعرف هذا، ولذلك هو لا يدخل في أي دين كان، لأن دينه يكفيه. لكن مشروع الغرب عندما قام على دراسة الواقع دون الوحي، فهذا فارق كبير بين ما نسميه بنموذجنا المعرفي ونموذج الآخر. نحن نؤمن بالكتابين ونؤمن بالقراءتين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يقول بعد ذلك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فأمرنا بقراءة كتابه المسطور وبكتابه المنظور. أما المنظور فهو الخلق، وأما المسطور فهو القرآن، وكلاهما صدر من الله. أما القرآن فقد صدر من عالم الأمر، وأما الأكوان فقد صدرت من عالم الخلق. قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ولذلك ابتداء فلا تناقض عندنا بين كتابه المسطور وبين كتابه المنظور، لأن كلاهما صدر عنه. فالعقل المسلم عندما يثبت له بالدليل الحسي أن الأرض كرة يقول بكرويته، أو أن الأرض مبسوطة يقول ببسطها، أو أنها تلف حول نفسها أو حول الشمس يقول بذلك، أو تتغير المعارف وتزيد السقوف المعرفية فلا يمانع من هذا، ولا يمانع في ذلك إلا كل جاهل عقليته ليست العقلية الفارقة، فلا يفرق بين النص ومفهوم النص، ولا بين الحديث الصحيح والحديث المقبول، ولا بين العلم والمعلومات، ولا بين الدين والتدين، ولا بين الظني والقطعي، ولا بين شيء من هذا أبدا، فحياته يسير فيها سبهللة. سبع على الله، يعني سبهللة. الله ما أمرنا بهذا، بل أمرنا بأعمال العقل وباحترام النقل وبأن ندرك الحقيقة. والمعارف ليست وحدها عن التجريب، فإن هناك ما هو وراء هذا المنظور. ولذلك فإن إدراكنا للواقع ينبغي أن يرتبط بتلك العقيدة وبذلك النموذج المعرفي. ولما نشأت العلوم التي تدرس الواقع الجديد بعدما نحت دائرة المعارف البريطانية الصادرة سنة 1760 علوم ما وراء المنظور واعتبرتها خرافة، وأن الساينس وحده يعني العلم التجريبي المشاهد بالتجربة والملاحظة والاستنتاج وحده هو مصدر المعرفة، تنحت هذه المعلومات والمعارف عن درجة العلوم بهذا المعنى، وأصبحت الحضارة الغربية تدرس الإنسان كالبنيان والشجر كالحجر كالبشر، ليس هناك شيء إلا المادة تدرسها إذا استطاعت أن تسيطر عليها. ولما ساروا على ذلك أكثر من 200 عام ووجدوا أن حقائق كثيرة في الكون قد غابت عنهم، فإنهم اخترعوا قسما لهذا الغياب أسموه بالباراسيكولوجي. والباراسيكولوجي يدرسون فيه تلك المظاهر العجيبة الغريبة التي لا تفسير لها في الساينس. ووسعت واتسعت معهم هذه الباراسيكولوجي
حتى ظهرت عندهم أمور لكنها ما زالت لم تدخل في مفهوم العلم. ومفهوم العلم عند المسلمين أوسع وأبر، فالنار المحرقة والشمس المشرقة والشجرة المورقة، كل واحد من هذه له مصدر للمعرفة. ولذلك فلما وضعوا هذه العلوم التي تدرك الواقع وضعوها من عقيدتهم ووجهة نظرهم فهي لا تصلح لنا. لكن حدث التباس بين ما هو وصفي وما هو معياري. أما الذي هو وصفي فتلك حقائق يدركها المؤمن وغير المؤمن، لأنها وصف مشاهدة حقائق. ولذلك فالقدر الوصفي من العلوم الاجتماعية والإنسانية لا ننكره، إنما تفسير هذه الحقائق والبناء على هذه التفاسير قد ننكره، قد ننكره، لأننا إذا ما فعل المشركون شيئا من الصواب اتبعنا الصواب، ولا نكون بذلك قد اتبعنا المشركين. قال تعالى في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إجابة على من تحرج أن يتطوف بهما وأن يسعى بين الصفا والمروة، لأنه ظن أن الحق أن نخالف المشركين في كل شيء، والحق ليس كذلك والله أعلم بما هنالك. الحق أن نفعل ما كان على ملة إبراهيم، وإبراهيم سعى بين الصفا والمروة، فنحن نسعى بسعي إبراهيم لا بسعي المشركين الذين أبقوا على سعي إبراهيم. ومن هنا أخذ العلماء أن غاية المؤمن البحث عن الحق وعن الحقيقة، وأينما وجد الحق فهو أحق به من غيره، سواء اعتنقه غير المسلمين أو اعتنقه المسلمون أو اعتنقه أي كان. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذن يجب علينا أن ندرك أن الحق أحق أن يتبع. ولذلك فهذه العلوم لا نرفضها جملة، بل نقبل منها الجانب الوصفي، لأنه ما هو إلا عن تجريب وملاحظة ومحاولة للحصر والتسجيل. ثم بعد ذلك إذا كانت هناك آراء تبنى عليه، فمن وجهة نظرنا نحن، من عقيدتنا ونموذجنا المعرفي، من مراعاة المآلات، أن هذا الكلام الذي أقوله ينبغي أن يكون فيه التزام بالشرع الشريف، وأن يكون فيه أن أتغيى وأقصد عمارة الأرض، وأن يكون فيه أن أتغيى وأقصد تزكية النفس، وهذا هو مراد الله من خلقه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إني جاعل في الأرض خليفة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالحاصل أن العلوم الاجتماعية والإنسانية على حالتها الحالية محل التباس على كثير من الناس، ويجب أن نتعامل معها تعامل الأكياس، كيس الفطن، ويجب علينا أن نؤسس من عند أنفسنا علوما تتفق مع نموذجنا المعرفي،
وليس الغرض منها هدم علوم الآخر، بل الغرض منها أن ندرك الواقع على ما يمكن أن ندركه عليه حتى نصل إلى سعادة الدارين الدنيا والآخرة. وأن يكون ذلك ليس بمنهج المقاربات ولا المقارنات، وإنما بمنهج التأصيل. المقاربات أن أقول إنهم ذهبوا إلى كذا، وهذا عندنا في الإسلام، كل شيء ذهبوا إليه عندنا في الإسلام، منهج باطل. أو أقول هم ذهبوا إلى اليمين أذهب أنا إلى اليسار، منهج باطل. لا المقاربات ولا المقارنات توصلنا إلى الحقيقة، إنما التأصيل بعد التحصيل هو الذي يوصلنا إلى الحقيقة. وعلى ذلك فإننا قد تأخرنا كثيرا، لأن الدنيا تغيرت تغيرا تاما في برنامجها اليومي من 1830 إلى 1930، تغير وجه العالم في الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة، حتى لم يعد الإنسان يعيش أمسه في يومه ولا يومه في غده، وأصبحت الأمور غاية في التطور، غاية في التدهور، غاية في التغير. ومن أجل هذا ينبغي علينا، أو كان ينبغي علينا، أن نستعد لهذا، وأن نضع من الأدوات ما يمكننا من فهم هذا الواقع شديد الالتباس، شديد التغير والتدهور والتطور، حتى نعلم خيره من شره. ولكننا لم نفعل. بدأهم في الفعل من أواسط القرن التاسع عشر، فأنشأوا علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم وعلم وعلم، حتى زادت العلوم فتمكنوا من إدراك الواقع، ومن تمكن في من إدراك الواقع وصل إلى مبتغاه، فأصبح معهم صناعة السلاح، ودخلوا في التراستات الكبيرة، تراست يعني الثقة، والشركات عابرة القارات، وأنشأوا أفكارا حول هذا كسوق المال وكالشخصية الاعتبارية، وتطوروا تطورا عظيما في قضايا الطب والفضاء إلى آخره. لكن لأن هذا كان لتحصيل الدنيا، فإنهم أفسدوا قبل أن يصلحوا، وقاموا بحرب كونية ذهب فيها أكثر من 20 مليون، وبحرب كونية أخرى ذهب فيها أكثر من 40 مليون، وبثورة بلشفية شيوعية ماركسية ذهب فيها نحو 20 مليون، ملايين مملينة من البشر ماتوا من أجل هذه المسألة البسيطة، هل نريد الآخرة أو أننا نريد الدنيا؟ فلما أرادوا الدنيا أهلك بعضهم بعضا ولا يزالون، ولما أردنا الآخرة عمرنا الأرض وبنينا حضارة تملأ الأسماع، بنينا البنيان، لم نقهر الإنسان، ليس هناك أمة جعلت عبيدها حكامها سوى المسلمين. هذا له علاقة بهذا، لما أن تمكنا من أن نعيش الدنيا والآخرة معا، فإننا وصلنا إلى الحضارة الإنسانية الرائقة الفائقة. خلت حضارتنا من احتقار المرأة كما كانوا يجرونها بسجور الكلب في لندن في القرن الرابع عشر الميلادي، خلت حضارتنا من
خطف العبيد وخطف الإنسان. خلت حضارتنا من الاستعمار، وأن نأخذ ثروات البلاد نذهب بها لنبني الصبواي في لندن أو هنا أو هناك. خلت حضارتنا من محاكم التفتيش، ما فعلنا هذا قط، أن قهرنا الناس بأن يخرجوا من أديانهم، ولا أنذللنا الناس بأي طريقة، وإنما كان عنواننا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فحول المسألة إلى الآخرة، مالك يوم الدين، وعند الله تجتمع الخصوم. أما نحن أفسدنا في الأرض؟ أبدا، نحن أمة مضروبة، ضربنا الفرس والرومان، بعدما ضربنا المشركون واليهود، بعد ذلك ضربنا التتار والصليبيون، بعد ذلك ضربنا الاستعمار، ونحن لم نضرب أحد. ولذلك يحاولون أن يلصقوا بنا التهم، أوهام ما قام عليها دليل، لكن قامت عليها دعاوي. فإذا رجعنا إلى أصل السؤال، فإذا نحن مقصرون. ثانيا، يجب علينا أن ننشئ من العلوم الاجتماعية والإنسانية مستفيدين من مجال الوصف عندهم، ومستفيدين مما صح من الاستنباط في المعيار عندهم، لأن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. وينطلق كل ذلك من عقائدنا ونموذجنا المعرفي. إيش اللي في السؤال تاني؟ إدراك النص هذا ليس علما فقط، بل هو علم وفن. يعني ليس هو معلومات فقط، بل هو أيضا ملكة ومهارة في سرعة إدراك النص، وكذلك إيقاع النص على الواقع. ليس علما فقط، بل هو أيضا مهارة وملكة تحتاج إلى ما يسميه المسلمون بأن الله قد فتح عليك، أي وفقك، أي نور بصيرتك، أي جعلك تدرك هذا الواقع وتدرك كيف توقع فيه، مع مراعاة المقاصد الشرعية والمصالح المرعية والمآلات المعتبرة، بنية خالصة لا تخرج فيها عن سقف الإجماع ولا عن دلالات اللغة. كيف هذا؟ هذا ليس علما فقط، هذا توفيق. قال تعالى في هذا الشأن: حتى لا تفعل هذه الثنائية الغريبة العجيبة التي فعلها الغرب، واتقوا الله ويعلمكم الله، فربط العلم بالتقوى. فإذا كان عندنا عالم بالأحكام الشرعية، وهذا العالم ليس تقيا، تحول علمه الذي في صدره وعقله إلى تاريخ. الشافعي قال، مالك قال، الصحابي قال، أو سيدنا الرسول قال، تاريخ. ما الفرق بين أن تكون تلك المعلومات من قبيل التاريخ نسبة الأقوال إلى قائلها، وبين أن تكون علما يخشى به الله؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما الفرق بين هذا وذاك؟ التقوى، والتقوى معرفة محددة: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، والرضا بالقليل، وترى فيها إيمانا بالله وباليوم الآخر، على سنة رسول الله إيمانا بالشريعة والكتاب والرسول،
ثم نوع من أنواع السلوك المعتمد الذي فيه أن تكون الدنيا في أيدينا وألا تكون في قلوبنا، وهو ما يسمى بالزهد. وألف في الزهد كثير، جمعوا فيها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالزهد، وأننا نبتعد عن الترف، والترف ليس هو الرفاهة، فنحن نعيش في رفاهة ولكن ليس في طرف، فالطرف فيه إسراف وإتلاف. قال تعالى: يا أيها الذين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. فالطرف والسرف ليس هو الرفاهة والسعادة، بل إن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا إن الله جميل يحب الجمال، وبيّن لنا في قول أصحاب الكهف: فليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. إذن مع جوعهم واحتياجهم للطعام يأمرون صاحبهم أن ينتقي أجود الطعام، رفاهة وليس طرف، لأنه في مكانه، ولأن الله جميل يحب الجمال. ماذا ثانيا؟ كيف نحول القرآن الكريم إلى كتاب هداية؟ ذلك تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتهي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، فأنت تراه جديدا كأنه نزل الآن. ومعنى هذا أن الله يفتح عليك بما لم يفتح على المفسرين من قبل، وهو كذلك. فكل يوم نكتشف في القرآن الكريم جديدا لم يقله أحد من قبل، لأنه نبي مقيم، ولأنه معجزة رسالة وليست معجزة رسول فحسب. معجزة الرسول أن تلقي بالعصا فتصير ثعبانا يأكل ثعابين السحرة، معجزة الرسول أن تضرب بعصاك الحجر فينفرق منه 12 عينا تطعم الأسباط، أو أن تضرب به البحر فينفرق كل فرق كالطود العظيم. هذه معجزة، بس ولكن أرأيت هذا؟ ما رأينا. إذن فهي معجزة رسول، أو أن يحيي الموتى، أو أن يفعل كذا وكذا، أو حتى أن يصعد إلى السماء في الحضرة القدسية الربانية، إسراء المعراج، كل هذا معجزة رسول. أو يسبح الحصى بين يديه، أو أنه ينبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع. ولكن القرآن معجزة رسالة، يعني هو معجزة في حد ذاته، وكأنه نبي يقدم للناس المعجزات كلها. فإذا تقرر هذا فإن من العلوم الجديدة التي يمكن أن تولد فنستفيد منها في علوم شتى أن الله تكلم عن سننه في كتابه. هذه السنن اشتملت السنن التاريخية
وكتب فيها كاتبون، وهناك سنن كونية وكتب فيها آخرون، وهناك سنن اجتماعية وكتب فيها آخرون. إذن فالسنن الإلهية التي أراد الله أن تكون حاكمة هي سنن تجاوزت الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وكأنها تطبع الكون من قبل ومن بعد وفيما نحن فيه في هذه السنن. وهذه السنن يتولد منها من الفوائد والعوائد ما الله به عليم. أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى سنة التوازن، وأن هذا الكون مبني على الاتزان، ولذلك فإن أي نوع من أنواع خلل اتزان الكون يكون ضد سنن الله الإلهية. ومن أجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه جبريل وتأخر في الإتيان، وظهر أن ذلك بسبب جرو أي كلب كان تحت سريره صلى الله عليه وآله وسلم، فكر وما دام الكلاب بهذه الصفة والملائكة تأنف منهم أن يبيد الكلاب، فنزل له جبريل ونهاه وقال إن الله يبلغك أن الكلاب أمة من الأمم، يعني لو أهلكتها اختل اتزان العالم. فقال كنت أمرتكم بقتل الكلاب، ثم نزل جبريل فأخبرني أنها أمة من الأمم، يعني ملكش دعوة بها. هذا النضج النفسي الذي عند المسلم الذي يعرف أن الملائكة تأنف من الكلاب، وفي نفس الوقت أن الكلاب مخلوق رباني أودعه الله سبحانه وتعالى الوفاء والحب لصاحبه والفائدة فيه، هذا اتزان عجيب غريب حتى في النفس. فالسنن الإلهية إذا دخلنا فيها لا ننتهي. ولقد حاولنا منذ أكثر من 20 سنة أن نتتبع السنن الإلهية، فوجدناها نحو 90 في كتاب الله. إذن هو علم عظيم منفتح، لكنه لم يخدم بعد. ألف فيه كثيرون تحت كلمة السنن الإلهية، السنن الكونية، السنن كذا، ولكن ما زال هو في أول الطريق. هذا الكتاب يتحول إلى كتاب هداية إذا نحن استخرجنا منه المبادئ العامة التي تحكم الذهن البشري. لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا مبدأ عام. عفى الله عما سلف إلا ما قد سلف، هذا مبدأ عام يأخذ به أهل القانون مثلا في فورية القوانين. إلا ما قد سلف، فليس هناك قانون يصدر اليوم يعاقبك على فعل قبل القانون منذ سنين، ليس هذا عدلا. فقوله تعالى إلا ما قد سلف صار مبدأ، عفى الله عما سلف هذه قضية أخرى صارت مبدأ، لا تزر وازرة وزر أخرى صارت مبدأ، وهكذا من تلك العلوم الدلالة الاستقلالية التي جهلها كثيرون وكتب فيها علماء الأزهر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أخذوا منها القياس ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أخذوا منها الإجماع سيدنا الإمام الشافعي لأنه يعرف الدلالة الاستقلالية. فلما نأتي فنقول لبعض الأغرار فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يا قديش تسألوا أهل الذكر ده كان الأنبياء، طب يا مغفل البعيد هو كان على أيام النبي نبي،
لأنه جهل الدلالة الاستقلالية. فبينه وبين القرآن حجاب، لا يعرف كيف يفهمه ولا كيف يقرأه. أما الأئمة الأعلام الأتقياء الأنقياء الذين حموا الأمة أحياء وأمواتا بعلمهم وفكرهم وفضلهم، فقد بينوا للناس. الشافعي ده وهو ميت هو اللي حمانا من التتار، هو اللي حمانا من زويمر المبشر. ازاي يعني؟ شرك ده ولا ايه؟ لا مش شرك، علمه وفضله وتكوينة عقل المسلم اللي نتج من مجهود الشافعي هي التي جعلت هذا الإنسان له بصيرة ينظر إلى الأمور فيعرف حقائقها. فلما جه زويمر وقال له ما تيجي تتمسك، مش عاجبني الكلام، لغاية زويمر ما قال في الخطبة الأخيرة بتاعته لا يأتينا إلا كل سافل نصاب. إذن يعني إيش اللي أنا عايز، مش هتشيل الإسلام إلا إذا شلت التدين. قالوا خلاص نشيل التدين. قال لو شلنا التدين يبقى احنا ملاحدة، وإحنا مش ملاحدة. ها طب نعمل إيه بقى؟ ها مش مشكلتنا احنا على فكرة، لكن إحنا مين؟ وإيه اللي خلانا كده؟ كان زويمر يأتي بالحلوى والشوكولاتة والأشياء كده حلوة من أمريكا ومن إنجلترا ويوزعها على الناس حتى يأتي الناس العوام ويعطي لهم محاضرة ويوزع عليهم الفسفس، يعني الحلويات والحاجات دي، شوية فستق، شوية بيناتس، دي اسمها ايه، فول سوداني الى اخره. وبعدين يقول لهم المحاضرة. فكان سيدنا الشيخ الله يرحمه كان بيبيع كتب اسمه محمد المليجي، محمد المليجي. فين المكتبة بتاعته؟ عند في الأزهر. فين؟ عند موقف الأتوبيس اللي وانت قدام جامع الأزهر، عند موقف الأتوبيس ده وانت طالع من النفق. كانت هنا مجموعة مكتبات وكان منها مكتبة الشيخ محمد المليجي، وكان يألف كتيبات صغيرة كده 16 ورقة 32 ورقة يرد فيها على شبهات الآخرين. فكان الشيخ يلبس عباية ويخبي وشه بيها، يعني يحطها كده اهو، ويدخل مع العوام ويقعد في الآخر آخر صف، وزويمر يدي الدرس بتاعه ويوزع الفسفس على الناس والناس مبسوطة آخر بالصف وتسمع، لغاية ما أشعر إن كلام ابتدى يؤثر شوية، أو يعني الناس ابتدت تنجذب شوية كده. فقط يقول وحدوه بس، خلصت. فيجي كل بتاع يضج لا إله إلا هو، طيب صلوا على النبي المختار، اللهم صل وسلم عليك، وحدوا الرحمن وصلوا على النبي من بني عدنان، بس وخلاص ويقوم يمشي، بوظ لهم الايه الاحد. لماذا؟ الناس دي متربيه، مش بيسمع ويقعد محتار حائر في عالم محير. لا، الحكاية واضحة. فالرب رب والعبد عبد، وهناك فارق بين المخلوق والخالق، الحكاية واضحة عند هؤلاء العوام. فيكفيهم وحدوه بس خلاص، وحدوا الرحمن وصلوا على النبي من بني عدنان، قوم يصلوا على النبي.
وخلصنا، ولا مناقشات ولا بلاوي ولا أي حاجة في أي حاجة، وتلبيس وتدليس وقلة ديانة وقلة أدب. لا، دي عملية بسيطة لأن الأمر بسيط، الحقائق في منتهى البساطة. هكذا خلق الله الكون، ترمي البذرة تطلع شجرة. إيه ده؟ دي حاجة غريبة. أما بقى شغل الإنسان يفضل يخترع ويعمل وكذا، وفي الآخر يعمل تلفزيون عكس خلقة الله. شوف ربنا حاجة بسيطة، راجل يتجوز ست يجيبه عيل. ايه ده ازاي يعني؟ العيل ده بقى مخه علشان تعمله يبقى لازم كرة الارض تحط فيها الترانزستور بتاع علشان تجيب مخ واحد. حاجة يعني مكلفة قوي. عند الله لا. فآدي هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. حاجة كده سهلة خالص. ولذلك كانت كلمة تكفي وحدون خلص، لأنها لها عمق، لها عمق في نفس البشر، وليست هكذا جاءت هي كلمة تكفي في ذات، لا لها عمق. أرادوا أن نفقد هذا العمق وأن يأتي وحدوه فيقول وحدوه. طب ليه؟ لماذا وكيف؟ تايه يا عيني، حائر في عالم محير. إيه السؤال بتاعك؟ طيب بيقول هنا، هل الأفضل أن نقول الأسماء المزدوجة الأول الآخر المقدم المؤخر؟ أم مفردة؟ أم منفردة؟ وكيف نفهم المؤخر وأسماء الجلالة وكذا؟ لا، الأفضل عندنا أن تقال مزدوجة، نقول الأول والآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو، وهكذا. وهل أفضل ما أعرفش إيه كده نترك نفسنا ونرى ماذا يريد الله منا، أم أفضل أن نترك نفسنا؟ وهل أفضل نأخذ ولا كما قال ربي من كل عمل لك ما فيه ما يريد الله منا، كما قال ولو كان صالحا ولا تخرج من كل ما أنت خذ. مش عارف تفضل. يعني أنت خلطت ما بين ثلاثة أمور. الأمر الأول هو تقبيل الرجل، هذا وارد في سنن أبي داود أن وفد عبد قيس قبل فوق يديه ورجليه، ولكن لم تكن عادة الصحابة هكذا، ولذلك خاصة عند الالتباسات وعصور الفتن وكذا إلى آخره لا يستحب هذا.
إنما هو جائز من ناحية الورود، لأنه ورد أن وفد عبد قيس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود فقبل على يديه وقبل رجليه عليه الصلاة والسلام، فالتقبيل هو نوع من أنواع الاحترام وكذا إلى آخره. أما أن تصير عادة وأن يصنع هذا أمام الناس حتى يظهر أنه كأنه سجد له، فهي يعني يضع فتنة فوق فتنة، فهذا ليس من الكياسة وليس من الحكمة في شيء. الأمر الثاني هو قضية اليوتيوب والبتاع كذا، أنا لا أراه أبدا مصدرا للمعرفة، لأن التدليس والتلبيس والاقتطاع والتغيير فيه شيء رهيب، حتى صار مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم ويفشو الكذب. هم يقتطعون ويتلاعبون حتى يتوهم الإنسان أن هذا هو شايفه بعينه، لكنه لا أبدا. ففي الأول كنا نقول تأكد من كل ما تسمع ولا تقدم ما تسمع على ما ترى، إلى أن ظهر هذا اليوتيوب وغيره نقولنا لا تأكد من كل ما تسمع ومن كل ما ترى، لأنه ليست رؤية حقيقية وإنما هي رؤية قد تكون وفي غالب الأحيان مفتعلة. القضية الثالثة هي قضية الأحوال التي تعتري الذاكرين، فإذا كانت الأحوال صادقة فهو غير مكلف، يعني هو رجل دخل وكأنه أغمى، كأنه حدثت له أحوال، وهذا ليس حد الكمال، فإن الكمل لا تحدث لهم هذه الأحوال، الكمل لا تحدث لهم هذه الأحوال. ولذلك لم نرى مثل هذا لا في الصحابة ولا حتى في التابعين، وإنما ظهر عندما أصبحت هناك قلوب ضيقة كثرت المعارف على قلب العارف فاختل نظامه، وهذا حال نقص لا حال كمال، إنما هو ليس أصلا مالكا له. فإن فعل ذلك قاصدا بأن تنطط كده وهو قاصد هذا، إذن فهو يمثل الأحوال وهذا حرام. هو يمثل إنه عنده حال وهو ما عندوش حال ولا حاجة، ده هو اللي بيعمل، فيصبح هندخل في الرياء والسمعة والعياذ بالله تعالى، وده عكس ما يقصده أهل الله من التصوف في هذا الحال. السؤال الخامس هو يسأل عن شيء مشخص، وهو يقول إنه فلان الفلاني وشيخه فلان الفلاني هل هم على النقشبندية الأصيلة أو، وهذا يحتاج إلى درس، يحتاج إلى اطلاع على كتبهم ويحتاج اطلاع على كتب الطريقة، ثم نرى هل هناك انحراف وهل هذا الانحراف هو يعني نوع من أنواع التطبيق أو أنه انحراف مخالف للشريعة إلى آخره. وهذا ما لا يتوافر عندنا، لأنه ده معناته أن تطلع على هذا وتطلع على هذا، ولكن لنا المطلقات، وهو أنه كلما قربت الطريقة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها كان ذلك خيرا وأولى وأبر من أي شيء. والذي رأيناه عندما التقينا بالشيخ ناظم في أمريكا أنه يعني متمسك جدا بالسنة، لدرجة أنه كان إذا ما صلى ركعتين اتكع على يمينه حتى يحصل السنة وهو في المسجد، فينام على يمينه كده ثم يقوم. فرجل مثل هذا يعني متمسك بدقيقة حتى تغيب عن ذهن الإنسان أنه بعدما يصلي الإنسان السنة ينام على يمينه تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعني زي ما تقولوا إيه، نحرص معاه
أن يعني نتكلم معه كده باستخفاف أو كذا رحمه الله تعالى. نعم اديله ال هل هناك هوية هوية صح كلمة هوية تأتي من هو في الذهن هو في الخارج وهو في الخارج هو في الذهن يعني معناها هو هو ولذلك فهي بالضم مش هو 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 تبقى هوية لكن هذا خطأ ولحن شائع إنما الصحيح هوية ومعناها هو في الذهن هو في الخارج هو في الخارج هو في الذهن ومعنى هذا المطابقة أو تمام المطابقة ولذلك ما في الذهن هي الصورة وما في الخارج هي الماهية فسميت الهوية بالماهية يعني الهوية والماهية وجهان لعملة واحد وجهان لعملة واحد فبدلا من دلالتها الأولى على المطابقة أصبحت دالة على حقيقة الشيء والسؤال هل هناك هوية إسلامية أو هوية لمصر أو هوية لماليزيا أو هو نعم في ما هي حقيقة الشيء نعم في هوية لمصر وما الهوية المصرية الإسلام والعروبة الإسلام والعروبة ويأتي السؤال إسلام مصر هذا دين أو حضارة فتقول بل حضارة وهذا معناه أن المسيحية المصري تحت الحضارة الإسلامية وموافق عليها فتراه يتكلم العربية وتراه يعامل أبناءه نفس معاملة جاره المسلم وتراه يحب من المأكولات ما يحبه المصريون ونظامه اليومي هو نظام المصريين وهكذا هذه هي الهوية الحضارة الإسلامية واللغة العربية هوية الإسلام هوية الإسلام في الحقيقة هي دين الإسلام حقيقة هذا الاسم هو الدين والدين معناه هذا الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة هوية الإسلام الكتاب والسنة نقدر نقول كده فيقول طيب كأنه بقى ينتقل إلى سؤال آخر لا يحسن التعبير عنه وعبرنا عنه يقول طيب هي أليس هناك تعارض بين هوية الإسلام والهوية القومية طب احنا شفنا وجاوبت انا ان الهويه القوميه مصر والعرب يعني مثلا يعني طيب هويه مصر الاسلام يبقى كيف التناقض هي دوائر فدائره مصر اوسع منها دائره العرب واوسع منها دائره الاسلام فتجد مصريا فيكون مسلما أو تحت حضارة الإسلام وناطقا بالعربية لكن هناك من ينطق العربية وليس مصري وهناك من هو في خارج النطاق العربي وهو مسلم وليس عربيا ولا مصري اللي هم الجماعة الماليزيين إذن فلا تعارض بين الهوية القومية أو الوطنية وما بين الإسلام لأن الإسلام له دائرة أوسع وليس هناك تعارض طيب
برضو يعني كأنه يقول أعلنت المحدثين الآن على نظرية التطور ويقال إنها تحققت وواقعة وأثبت العلماء تلك الظاهرة من حيث إيجاد الحامض النووي في خلايا الإنسان والحيوان والنبات، وقال بعد ذلك أن الإنسان والقرد جاء من أصل واحد فالفرق بينهما في قدر فقط وليس نوع. ما هو موقف الإسلام من هذه القضية؟ الصوفية حلوها، الصوفية حلوها، حلوها، حيث قالوا بوحدة الخلق. لما جيب الدي ان ايه بتاع الانسان ولقيته شبيه بالدي ان ايه بتاع الحمار ولا بتاع القرد ولا بتاع اي حاجه، ايوه ما هو الخالق واحد بس وخلص. شفت القراءه؟ لما واحد يمسك الحقيقه دي، اصلا دي حقيقه، دي ان ايه هنا هو الدي ان ايه هنا، ماشي، دي اصدقها انا. ليه؟ المعمل قال كده، مش هقول لا ده كذب، لا ماشي، دي هي دي ماشي. معناته ايه؟ هو بيقول معناته انك انت حمار او قرد. ما حصلش. ليه؟ قلت له انا قريتها قراءه تانيه، فهمها فهم تاني. ايه هو؟ ان الخالق واحد، اللي خلق ده خلق ده. وإيه اللي ما تخليكش تقول كده؟ قلت له لأنه داروين يتنفس والحمار يتنفس، فداروين حمار. الله، طب وده منطق؟ ده شغب. من قال لك إن الاشتراك في النفس مؤذن للعلاقة؟ ده كلام عبيط، واخد بالك؟ الكلام ده قاله لابن الراوندي، قال ان القرآن الفاظ والشعر الفاظ، يبقى القرآن شعر. قالوا له لا، ده هو ابن الراوندي يتنفس والحمار يتنفس، فابن الراوندي حمار. عايزين ينبهوه الى خطأ هذا المنطق، خطأ هذا الطريقة، لانه ليس هناك اشتراك في حد أوسط علشان تجيب النتيجة. فهؤلاء الناس الدي ان ايه هنا هو الدي ان ايه هنا، ليكن. لكن قراءتي غير قراءتك، قراءتي ان الخالق واحد، ليه وحدة الخلق، وتخلص الحكاية، تقول الله ده صحيح. نمرة اتنين، لو ان القرد بقى انسان فلما بطلت الحكاية دي؟ ليه مش كل شوية واحد قرد بيجينا ويتحول إلى إنسان؟ فين التحويلة دي؟ مش هي حصلت في وقت معين من التاريخ؟ قال لي أيوة. قلت له طيب فتستمر بقى، وكل يوم يطلع لينا قرد من الغابة الحمد لله، والقرود نفسها نلاقي كل المراحل فيها، ادي القرد الاصلي، ادي القرد اللي من غير ديل، ادي القرد اللي ابتدى يمشي على رجلين، ادي القرد اللي ربع ربع او نص نص، ادي الانسان. فين دول؟ احنا شايفين قرد وشايفين انسان، علشان القرد ده يبقى الانسان ده في خمس ست مراحل، فين هما؟ طب بلاش.
فينهما في التاريخ، يعني الحفريات جابت لنا الواد ده القرد وجابت لنا الواد ده الإنسان، فين بقى اللي بينهم؟ وحاولوا كثيرا الإجابة على هذه المشكلات، لدرجة انهم ابتدوا يخترعوا حاجات ويقول لك اصل ده كان مخه ضيق كده صغير، وده كان مخ كبير، وده مش عارف ايه، وده لا يا عم كله ده انسان. فين بقى المرحلة، الحلقة المفقودة بيسموها في نظرية داروين، ودي اللي خلت اهم حاجة للداروينية الحديثة. الداروينية الحديثة ما لكن تحققت والعلماء واثبتوا الكلام ده ما بيخلش علينا، لان الاوصاف شيء وقراءة الوصف بالمعيار شيء اخر. هناك فرق بين الوصف والمعيار، كما ان هناك فارق ما بين النص ومفهوم النص. نفس الألعاب اللي بتتشتغل معانا شغالين فيها برضو. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. هل اليوم هو ليلة الرغائب؟ دول تسألوا فيها الشيخ أحمد بقى، ده بتاع الرغائب والحاجات دي، وهل هذه صحيحة؟ وهل هناك صلاة معينة في شهر رجب؟ لا، يعني الإمام ابن حجر العسقلاني ألف كتابا ضعف فيه كل ما ورد في رجب، وسماه تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، وما فيش حاجة فيها صحت. يعني هل يجوز لأحد أن يكون أشاعرة في مسألة ويكون ماتريدية في مسألة أخرى، وقد يكون أيضا معتزلي في أخرى، وما علة جوازها أو منعها؟ هو الأشعرية زي الماتريدية والماتريدية زي الأشعرية، ولم يختلفوا إلا في نيف وعشرين مسألة، أغلبها لفظي، وهناك ثمانية حقيقية، والأمر فيها بسيط لأنها في الفروع لا في الأصول. وعلى ذلك فالكلام منحصر في ثمان أمثل فقط. فهل يجوز للأشعرية أن يتبنى مسألة ما عند الماتريدية؟ طبعا يجوز، لأنها تبقى مسألة من 1500 مسألة، ما يجراش حاجة. طيب وهل يجوز إن إحنا ناخد من المعتزلة وإحنا أهل السنة؟ أيوه يجوز، لأن أنا وابن عمي على الغريب، أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. فلما جاءت الفلاسفة وقالوا أنه لا يمكن تخيل عندهم أن تتسلط القدرة على المعدوم فيتحول من حالة العدم إلى كونه شيئا، وأنتم تقولون إن الله يقول كن فيكون، كيف هذا مش داخل دماغي؟ هكذا يقول الفلاسفة، أنهم غير مقتنعين بأن الله على كل شيء قدير. لماذا؟ غير مقتنعين بأن العالم حادث. لماذا؟ لأنه كيف يأمر الله سبحانه وتعالى العدم؟ القدرة ليس هناك شيء أصلا عشان تحوله. قلنا لهم سنهدئ بالكم ونصلح حالكم إن شاء الله. الأشاعرة بتقول إيش؟ أن الشيء هو الموجود، الشيء هو الموجود، سواء أكان واجبا الله أو كان ممكنا كالإنسان. المعتزلة بتقول إيش؟ الشيء هو الممكن سواء أكان معدوما أو موجودا. وإحنا بنتكلم مع الفلاسفة استلفنا المصطلح بتاع مين؟ المعتزلة، وقلنا ليهم تايهه ولجناه. ايه تايهه ولجناه دي؟ قلنا لهم العدم شيء، ده مش مذهبي، ده مذهب مين؟ ابن عمي المعتزل، ابن عمي المعتزل.
اللي انا بتخانق معاه وكل حاجه و... ها، لكن امام الفلاسفه عشان ربنا يهديهم قلت لهم العدم شيء، فتسلطت القدره على شيء فحولته من حاله العدم الى حاله الوجود. قالوا ايوه كده كده فهمنا، موافقين؟ قالوا ننفع نوافق، مفيش مانع، بس لازم تقول على العدم انه شيء. قلنا لهم لا مشاحة في الاصطلاح، العدم شيء يا سيدي، خاصة وأن سيبويه يقول أن الشيء في اللغة يطلق حتى على المستحيل. سيبويه واخد بالك؟ فيبقى إذن أدين استلفت من مين؟ من المعتزلة. فالمعتزلة عندي مش كافر، المعتزلة غلطان، لكن لما نحتاجه نقول ايوه كده. طيب يبقى وما علة جوازها او منعها؟ علة ذلك الفائدة. ها طيب، ما هو تعريف الاجماع الصحيح المتفق عليه بين العلماء؟ وهل هناك مثال لهذا؟ نعم، الإجماع عند الأصوليين هو الإجماع المعتبر وهو موجود بلا شك، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور الشرعية. هذا التعريف. ومثاله أن الخمر حرام، ده إجماع، بالرغم أنه لم توصف بالحرمة كده في، وأن الزنا حرام، لكن ما قالش حرم عليكم، قال إنه كان فحشة وساء سبيل، وقال ولا تقربوا الزنا، وأن الوضوء قبل الصلاة وليس بعده، وأهدي إجماعات كلها، وأن الظهر أربعة، بالرغم أن الحديث أحاد، فممكن حد يجي يقول ده أحاديث أحاد، لكن لا، الإجماع يحول الظني إلى قطعي، فلا يجوز إطلاقا القول بحل هذه قاذورات الخمرة الزنا كذا، ولا يجوز ادعاء ان الوضوء بعد الصلاة، ولا يجوز ان الظهر ثلاثة ولا خمسة، ابدا، ولا نفكر ولا ينفع. لماذا؟ لان وان ثبت هذا بالأدلة الظنية الا ان قد الاجماع حوله الى قطعي. فهذه أمثلة لا تتناهى عن الإجماعات، فالإجماع مهم. لو سحبنا الإجماع وكانت كل الأداه من دليل ظني، يبقى اللي يخليها ما تخلينيش أجتهد ليه، ويطلع علينا بقى أحلام السبيعي ومش عارف إقبال البحيري ويكلموا كلام ما أنزل. ايه يا عم ده اسلام جديد؟ لا ما انا اسلام جديد، ما انا اسمي اسلام. الله الله الله، ليه ما معوش النضاره اللي بيبص بيها؟ عقليته ليست فارقه يفرق فيها بين هذا وهذا وهذا، ما تعلمش. نعم تفضل، مين عايز يسال تاني سؤال؟ واحد وهنقوم هنصلي ونمشي، هنبات له بكره؟ مالك؟ لا 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 ما شفتش. كم سؤال ده؟ 90 سؤال جاوبناهم، يعني كفايه عليك النهارده كده. طيب بيقول ايه؟ لدي ثلاث اسئله اهو، ثلاث اسئله. بعد زور كتب الصحاح في الحديث النبوي، كيف لا زال يظهر البعض وما زالوا يقولون بأنهم علماء جرح وتعديل منذ عهد الألباني إلى زماننا هذا؟ هو السند اللي به الجرح والتعديل انتهى مع البيهقي، انتهى مع البيهقي 450-58، يبقى كتب البيهقي هي التي ينظر في الأسانيد هو ومن قبله، بحيث أن نرى هذا السند مظبوط ولا غير، يعني صحيح ولا غير صحيح، حسن ضعيف مردود إلى آخره. بعد كتب البيهقي وجيله
السند للتبرك. فلو أنا أعطيتكم سند الآن، لا تبحثون في هذا السند بإنما الأعمال بالنيات. فلا يأتي واحد يقول علي ضعيف. لماذا؟ هو ضعيف فعلا، علي ضعيف وهو في السند، إذن إنما الأعمال غلط، ما ينفعش كده. آخرنا البيهقي، بعد البيهقي لا يجوز النظر في السند. فلما طلع هؤلاء نظروا في السند الأول مش في السند من هنا إلى الدفاتر. ما أنا معايا سند للبخاري، هم ما نظرش فيه، هو رايح ينظر في نفس ذات البخاري أو ذات نفس مسلم أو كذا. إذن فهؤلاء عندما خرجوا لم ينظروا إلا في الأسانيد التي هي محل النظر فعلا. طيب كم هذه الأسانيد؟ كم سند؟ مليون سند من البيهقي للنبي، في كم سند؟ مليون. مليون سند فيهم كام شخص؟ 20,000. يبقى 20,000 كونوا مليون سند. مالك، نافع، ابن عمر، يبقى دول ثلاثة هم. طبعا في أسانيد كتيرة فيها مالك ونافع عن ابن عمر، هنلاقيهم من المليون، لكن لما نيجي نفكهم مالك هيبقى ثلاثة بس، مالك ونافع وابن عمر وهكذا. طيب يبقى احنا قدامنا 20,000 ملف، 20,000 شخص حدث فيهم الجرح والتعديل، يا اما يكون مقبول يا اما مردود يا اما ما نعرفوش مجهول، يا اما يا اما كده. درجات الجرح او التعديل حوالي 7 اساسا، والجرح 7 تانيين، بين 14 يقولوا 20. ثبت ثقة ثقة أمير المؤمنين في الحديث، حاجة كده، وفي ثقة بس، وفي صدوق أقل منه شوية، وفي يروى حديثه، يعني مفيش مانع كده، درجات كده. طيب في تعديل وفي جرح، ولما تيجي تجمعهم كده أدي دول هيبقى عندك نحو 20 صنف لغاية آخرهم كذاب وضاع مجرم، واخد بالك ازاي؟ فلما الناس دي خرجت بتصحح والضعف وكده، أخذوا كلام الأولين، أخذوا الملفات اللي في 20,000، مش هم قالوا إن والله نرى إن ابن لهيعة المصري ثقة مثلا من عند نفسه كده، لا، ده هو نقل عن أولئك الذين كتبوا في ابن لهيعة، بعضه وثقه وبعضه ضعفه وبعضه فصل وقال روايته عن العبادلة وضع وعن غير العبادلة وضع آخر. إذن هذا كله منقول. هل 20,000 تامة؟ يعني ملفات كاملة؟ ولا هناك أمور محيرة؟ وفي الحقيقة في أمور محيرة. ماذا كان يفعل أمثال البيهقي في تلك المحيرات؟ كان يجمع الروايات ويتتبعها بالشواهد والمتابعات حتى يحكم على ذلك الشخص بالاستقراء. يروي الشافعي عن محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى، ومحمد بن إبراهيم بن أبي يحيى يوثقه الشافعي، فيأتي الإمام مالك يقول فاسق، خلاص ضاع.
طيب هو ثقة ولا فاسق؟ فيأتي الإمام البيهقي ويجمع حديث محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى ويتتبعه حديثا فحديث شيئا فشيء، فيجد كل أحاديثه نظيفة زي الفل. قال ده زي الفل أصلا، ده ما رواش حديث غلط، يبقى الرجل ده سليم، مسألة موضوعية. ما ي... على الله، أما الملك زعلان منه ليه؟ والملكية يقولوا إيه؟ أما الشافعي اتخم فيه إزاي؟ يعني خدعه إزاي الشافعي؟ خدع الشافعي إزاي؟ فقال أصل الشافعي روى عنه صغيرا، والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فالشافعي كان يراه فيعظمه. راجل كده كبير وهيئة ولابس عمامة. التاني قال لا، أنا مش دعوة بأنه هو هابه أو أنه يعني أنا علي دعوة بأحاديث، هل هي سليمة؟ فالبيهقي طلع أنها سليمة، يبقى الشافعي صح. طب أمال الملك بقى زعل منه ليه؟ قال لأنه كان فيه تشيع. واخد بالك ازاي؟ أبحاث، الأبحاث دي حصلت قديما، مش هم اللي عملوها دلوقتي، ولذلك هم كده. طب اتنين، الفقير السائل من اليمن، في ظل الفتنة القائمة هناك ما توجيهكم لنا؟ الدعاء ليس لها من دون الله كاشفة. المسلمين تراكمت مظالمهم وظلماتهم إلى أن وصلوا إلى هذا الحد، يقتل بعضهم بعضا والعياذ بالله تعالى. الدعاء، إلجأوا إلى الله بقلوب ضارعة، قلوا يا رب يعني خلاص لأجل النبي ارفع عنا البلاء، لأن هذا الحال الذي فيه المسلمين حال لا يصدقه عقل. قالوا أو معهم عقولهم يومئذ يا رسول الله؟ قال يومئذ يسلب الله عقول أهل هذا الزمان، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. طب ونعمل ايه بقى؟ ارجع لربنا بقى، هو اللي بيألف بين القلوب، وهو اللي بيصحح، هو اللي بيبصر الناس. الامر بيد الله مش بايدينا ولا بايد حد، ولا توجيهات ولا خلاف. ادعي، علق قلبك بالله وقول يا رب. لدي صديق من القرآنيين، كيف السبيل الى تصحيح وتوجيهه؟ ما فيش فايدة، ده ضلال مبين. القرآنيين دول ده ضلال مبين، دول بيحلوا الزنا وبيحلوا الخمر وبيحلوا المحرمات وبينكروا السنة، وحاجة بلاء. ادعيله أيضا. أصل خلي بالك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عايز يسأل في مسألة كان بها، أهلا وسهلا، نزيل شبهته، نعمل كذا إلى آخره. إذا كان عنده شبهات نزيل الشبهات، في 30 شبهة حول الحديث النبوي والاستدلال به أجابنا عنها ومتألف فيها. الشيخ عبد الغني عبد الخالق عمل حجية السنة، الشيخ عبد العظيم المطاعني عمل 30 شبهة في الحديث النبوي، الشيخ أبو شهبة الدفاع عن السنة، وهكذا. كل الحكاية جاهزة. طب ما اقتنعش خلاص. إذا كان أبو لهب ما صدقش بسيدنا، ولا أبو جهل لغاية ما اتقتل، ولا مات ولا هلك ولا راحوا في ده، ونزل فيه قرآن يتلى إلى يوم الدين، تبت يد أبي لهب وتب. إذن اوعى إياك أن تعتقد أنك تهدي أو أنك سوف تغير أو أنك كذا إلى آخره. قول يا رب. أيوة العلم نقوله، الشبهة نردها، إنما هو هيقبل ولا ما هيقبل؟ ذهب ابن عباس للخوارج، رجع معه 2000 وبقي 4 مع حبر الأمة. فالقضية ليست بيد أحد. تبرى من حولك وقوتك،
إلى حول الله وقوته. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذات.